بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وله. السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمين، أود في البداية أن أشكر فرق المعارضة على طرح موضوع وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يهم شريحة واسعة من المغاربة، ليس فقط ممن هم في هذه الوضعية بل وكذلك عائلاتهم والمتكفلين بهم والجمعيات المعتنية بهم. واسمحوا لي أن أؤكد لكم بأن معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة من الإعاقة ومسألة إدماجهم في المجتمع والولوج إلى الخدمات الأساسية والتي كثيرا ما تسلط عليها الأضواء تخفي معاناة صامتة لعائلاتهم التي تتكفل بهم وتتحمل لأجل ذلك أعباء مادية ثقيلة ومكلفة تضاف إلى معاناتهم النفسية. لذلك فإن جهود التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يجب أن توازيها خطط وإجراءات نوعية لمساعدة عائلاتهم والمتكفلين بهم من أشخاص وجمعيات. ما عمرنا غادي نتخلاو على العائلات ديالنا، ولا العائلات ديالنا غيتخلاو على المعاقين ديالنا، ولا المحسنين غيتخلاو عليهم، ولكن الدولة خصها حتى هي تقوم بدور مقدار في هذا. وكما تعلمون فإن موضوع النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يكتسي صيغة أفقية لارتباطه بتدخل مجموعة من الفاعلين من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وسأستعرض فيما يلي الخطوط العريضة للسياسة الحكومية في مجال النهوض بهذه الفئة من المجتمع، وكذا بعض الإجراءات المتخذة في هذا الإطار. لقد عرفت وضعية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمغرب خلال السنوات الأخيرة تطورات ملحوظة ونوعية بفضل العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله لهؤلاء الأشخاص، والجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لتطوير سبل اندماجهم في المجتمع وتعزيز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتفعيلا لمقتضيات الدستور ولا سيما الفصل 34 منه الذي ألزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. تروم السياسة الحكومية في هذا المجال ما يلي: أولاً، وضع إطار تشريعي شامل ومندمج يهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. راه مازال عندنا مشكل حتى في التعريف ديال شكون هو المعاق، لأن الإشكال لابد له من خلفية قانونية. ثانياً، معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات والأطفال والأشخاص المسنين ووقايتهم. ثالثاً، إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية حركية حين يكون ذلك ممكناً. مع الأسف في بعض الأحيان كاين الناس غيبقوا معاقين طيلة حياتهم إلا إذا جاءت معجزة من عند الله أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات. رابعاً، تعزيز دور المجتمع المدني في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. سيد الرئيس، في إطار أجراءات هذه السياسة قامت الحكومة بتنفيذ العديد من التدابير من بينها ما يلي: إعداد مشروع قانون إطار يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها وهو في طور المصادقة بالبرلمان، ويحدد هذا القانون الإطار الأهداف والتوجهات والمبادئ التي ستؤطر عمل الدولة والفاعلين في هذا المجال، ويهدف بالأساس إلى ما يلي: تأهيل وملائمة المنظومة التشريعية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي صدقت عليها بلادنا. طبعا لم نعد وحدنا، اليوم العالم ينظر إلينا من خلال ما نفعل، وخصوصا كذلك في كيف نتعامل مع المعاقين. تحقيق الالتقائية في السياسات العمومية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة انطلاقا من مرجعية قانونية موحدة، لأن الشخص ذو الاحتياجات الخاصة معني بالتعليم، معني بالصحة، معني واحد العدد ديال الأمور. تفعيل التعاقد بين مؤسسات لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة لتعدد وتنوع المتدخلين بهدف توسيع وعاء الخدمات المقدمة لهم. إنجاز البحث الوطني الثاني حول الإعاقة بهدف تحيين المعطيات الإحصائية حول وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة ببلادنا، والتي ستشكل أرضية لكل تخطيط مستقبلي للنهوض بحقوق هذه الفئة. بزاف ديال الناس كيقولوا 3 ملايين، 2.5 ملايين، 1.5 ملايين إلى آخره. الانتهاء من إعداد مشروع سياسة عمومية مندمجة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وهي سياسة أعدت وفق مسار تشاوري
وتنسيقي، وشكلت التوصيات والمقترحات المنبثقة عنه مادة أساسية لصياغة مشروع هذه السياسة العمومية المندمجة التي سيتم عرضها قريبا على أنظار اللجنة الوزارية المختصة. إحداث لجنة وزارية مكلفة بتتبع تنفيذ مختلف البرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تنفيذ برنامج العمل حول الولوجيات الذي يهم تنفيذ إحدى الحقوق الأساسية ويتضمن مشاريع تهم تطوير الإطار التنظيمي للولوجيات وتوحيد المعايير المعمول بها، وكذا تقوية قدرات الفاعلين المتدخلين في الميدان. كما يتضمن هذا البرنامج إعداد مجموعة من الدراسات بمدن الدار البيضاء والرباط ووجدة وطنجة لتطوير الولوجيات بها، وقد تم اختيار مراكش لتشكل مدينة نموذجية في هذا الشأن، حيث سيمكن هذا البرنامج من تجهيز أهم فضاءاتها ومرافقها العمومية بالولوجيات الضرورية للأشخاص في وضعية إعاقة. بطبيعة الحال الولوجيات كنعنيو بها داك التسهيلات اللي كنعملوها للأشخاص المعاقين باش يدخلوا لواحد القاعة ولا يطلعوا للقطار ولا يطلعوا للطوبيس ولا يمشيوا في الماء. إحداث 16 وحدة لاستقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2013، وذلك بهدف تقريب مجموعة من الخدمات الأساسية والضرورية لهذه الفئة من المواطنين، بما فيها توزيع المعينات والأجهزة التعويضية بجميع جهات المملكة بعد أن كانت ممركزة. وقد تم الشروع هذه السنة في تعميمها على كل الأقاليم كبنيات للقرب وشبابيك لاستقبال الأشخاص في وضعية إعاقة وتوجيههم ومواكبتهم وتمكينهم من خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي. تطوير الشراكة مع الجمعيات العاملة في هذا المجال من خلال الرفع التدريجي من الدعم المالي، حيث انتقل مبلغ الدعم الذي صرف للجمعيات المشرفة على تندرس الأطفال في وضعية إعاقة مثلا من 11 مليون درهم سنة 2012 إلى 25 مليون درهم سنة 2015، ومن الآن أقول لكم أن هذا الرقم ما زال قليلا. استفادة الأرامل المعوزات الحاضنات لأطفالهن في وضعية إعاقة من دعم مالي دون شرطي متابعة الدراسة وحد السن. إطلاق عملية تفعيل صندوق دعم التماسك الاجتماعي في شقه المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث خصص له هذه السنة 50 مليون درهم تهم اقتناء الأجهزة التعويضية وتحسين تندرس الأطفال في وضعية إعاقة وتشجيع الإدماج المهني والأنشطة المدرة للدخل والمساهمة في وضع وتسيير مراكز الاستقبال الخاصة بهذه الفئة. وفي مجال التعليم تم الاهتمام بتكييف البرامج والمناهج الدراسية وبرامج تكوين الأطر التربوية من مدرسات ومدرسين ومفتشين تربويين، وكذا تكييف فضاءات وتجهيزات عدد من المؤسسات التعليمية لتمكينها من استقبال هؤلاء التلاميذ في ظروف مناسبة. واللي ما عمرو مشى للمدرسة وشاف شنو هو اللي كيعاني الطفل المعاق ملي كيبغي يقرا وملي كيبدا يكبر وملي كياخذ الوزن غادي يفهمش. وقد فاق عدد الأقسام المدمجة لأطفال يعانون من إعاقة ذهنية أو سمعية أو بصرية 700 قسم في بداية الموسم الدراسي 2014-2015، تحتضن 7000 طفلا، 37% منهم إناث، ينضاف إليهم آلاف التلاميذ من ذوي الإعاقة الحركية والذهنية الخفيفة الذين يتابعون دراستهم بالأقسام العادية. وتعمل الوزارة المعنية على توفير الولوجيات وتقديم خدمات تربوية خاصة بهم مع تكييف المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية لهذه الفئة من الأطفال. هذا الشيء ديال الإعاقة راه صعيب وراه مكلف جدا، مكلف جدا. وبخصوص التعاون الدولي في مجال التكوين المهني لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، تم خلال سنة 2014 توقيع برنامج للتعاون بين المغرب وفرنسا للفترة الممتدة بين 2014-2016 فيما يخص دعم الجمعيات العاملة في مجال التكوين المهني لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية. وعلى مستوى الخدمات الصحية، أعطى جلالة الملك حفظه الله في يونيو 2013 انطلاقة المخطط الوطني للتكفل بالأمراض النفسية والعقلية الذي أصبحت بفعله الصحة النفسية والعقلية أولوية ببلادنا. كما تم تدشين المستشفى الجهوي للأمراض العقلية والنفسية بوجدة 120 سريرا، وتشغيل المستشفى النهاري للأمراض العقلية والنفسية بمراكش، وتمت برمجة بناء مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية بكل من أكادير وقلعة السرغنة والقنيطرة، وبرمجت إحداث مصالح جديدة مندمجة للصحة العقلية بطاقة إيوائية من 30 إلى 40 سريرا. كما لا يخفى كانت واحد الوقت في المغرب ما كان الناس اللي عندهم بحالة الوليدات ما كيلقاوش الرعاية إلا في مدينة ومدينتين في المغرب، برشيد والرباط والسلا، وظهر لي هذا الشيء اللي كان. كما تم إدراج أدوية لمعالجة الأمراض النفسية من الجيل الثاني والثالث في قائمة الأدوية الأساسية في مجال الصحة العقلية، بمعنى أنهم يعوضون. ومن أجل وضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يعاني منها الأشخاص المصابين بالأمراض النفسية، نزلاء ضريح بويا عمر
تم إعداد مبادرة طبية وإنسانية وأطلق عليها اسم كرامات تهدف إلى التكفل والعلاج المجاني لكل هؤلاء المرضى النفسيين والعقليين. وجندت الحكومة بهذا الخصوص إمكانيات مهمة تهم بالخصوص توسيع الطاقة الاستيعابية لمستشفيات الطب النفسي وإحداث مصالح استشفائية مندمجة جديدة، وتفضيل 34 طبيب و 122 ممرض متخصصين في الطب النفسي، وتخصيص غلاف مالي قدره 40 مليون درهم لاقتناء أدوية الطب النفسي، وتخصيص أكثر من 60 سيارة إسعاف لنقل المرضى من أماكن إقامة بنواحي الضريح إلى المستشفيات والمصالح الصحية الواقعة في الجهات والأقاليم التي ينحدرون منها. وفي الختام لا بد من التأكيد على أن الحكومة ستبذل مجهودات إضافية ونوعية في إطار تنفيذ مقتضيات القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها بعد المصادقة عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.